دراما على الماشي، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم. العم إذا بدك شيء احكيها ولا يهمها، أنا بالخدمة. ولو يا ابن العم، هذا واجبي. أصبح إذا تريد الله يخلي لي إياك بتبشر لي كل اللي بتشوفه باستلام المنصب. إيه عفوا ابن العم، عم رن الهاتف الثاني، ببقى بحكي معك. مع السلامة. الله معك، مع السلامة. ألو، أهلي. لا عرفتك من صوتك. أهلين أخي. لك وينك أنت يا رجل؟ لا بس تلفنت لك على البيت وحطيت لك خبر. إيه والله مستشار. إيه والله. لا لا مستشار وزير. إيه من تمك لباب السماء إن شاء الله الخطوة الثانية على الوزارة. إيه طبعا لازم تشد ظهرك فيني، كيف لك؟ طبعا طبعا، وأنا بإذن الله رح حل لك كل مشاكلك، بس أنت طول بالك علي شوي. ولا يهمك حبيبي، حط رجليك وإيديك مي باردة. يعني أنا إذا ما حليت لك مشاكلك مين رح يحلها؟ أيوة. لا لا خبرته ولو معقول ما خبر أنت الثاني؟ عفوا أخي، عم يرن الهاتف الثالث على مكتبي، ببقى بحكي معك. مع السلامة. ألو؟ أهلين أستاذ راتب، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم؟ إيه أنا اللي قريت اسمي بالجريدة. إيه مستشار الوزير. لك مين غيري يعني؟ لا مو تشابه أسماء. إيه هذا أنا. إيه طبعا منصب هام. لا هيك رح أزعل منك، شو عم تحكي أنت؟ يعني معقول أتنكر لأصدقائي؟ إيه مستحيل، بيكون ما فيني أصل. إيه لك ها؟ لا ولا يهمك، على عيني وراسي. امتى ما بدك تشرفني يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا حبيبي، مع سلامه استاذ راتب. الله معك حبيبي. سلام سيدي. اهلا وسهلا سيدي. هذا بعث لك يا الاستاذ فرحان رئيس المحاسبه، قال بده يمر اليوم مساله عندك هو وحسان امين مستودع مشان يباركوا لك. ايه اهلا وسهلا. شو عليك؟ احترامي. اهلا وسهلا. الو. أيوة نعم. الله يبارك فيه. صوتت لرويد عطية؟ بصوت لأخي، بصوت له. الله معك، هلا مع السلامة. ألو. أيوة احترامي، احترامي سيادة الوزير. الله يخليك، فورا سيدي فورا. الله معك، مع السلامة يا سيدي. تحياتي سيادة الوزير. تفضل. شكرا سيدي، مستريح. لك تفضل. شو مستريح مو مستريح؟ تفضل. شكرا يا سيدي، الله يخلينا اياك. طمني، مرتاح بهذا المنصب الجديد؟ الحمد لله سيدي. ايه والله مرتاح، مرتاح كثير سيدي. حقيقة انا اخترتك لك بالذات لهذا المنصب الحساس لاني سمعت انك انسان نشيط وحربوق. بعدين الوصاية اللي جايتك ماكن كتير وما نسترجي نخجلها. سيدي شو بدنا نساوي؟ الله يكتر المحبين. ولهالسبب بدي اياك تكون عند حسن ظني وظن الناس اللي رشحوك. اكيد سيدي، اكيد باذن الله. يعني بتمشي حسب الاصول، وصايه رشاوي نطوطه من فوق الاسطيح ما بدي. اعوذ بالله، شو عم تحكوا انتو سيدي؟ معقول يعني؟ يعني بقدر اطمن واعطيك الثقه. ولو سياده الوزير، انا بعجبكم تمام اذا الله راد. عظيم، طمنتني. تفضل روح على شغلك. شكرا. شكرا سيدي الوزير. سيادة الوزير، بدي منكم شغلة صغيرة لو سمحتوا. تفضل. يعني لو سمحتوا تخصصوا لي سيارة جديدة تكون قد المقام، بكون ممنونكم. ليش وينها سيارتك؟ سيدي صار لها بالتصليح اسبوعين وحالتها حالي. ايه بسيطة بسيطة، أعطيني كم يوم بس. شكرا سيدي، شكرا.
ممكن توطي لي صوت المسجله شوي يا اخ؟ على عيني، مو تكرم عيناه. لا مو منشان شيء، بس اذا كان الانسان طول النهار عم يستقبل ويودع مراجعين وموظفين رح يوجع راسه اكيد. ليش شو بتشتغل حضرتك؟ انا مستشار الوزير. ليش ما انتبهت على وضعي لما طلعتني من قدام الوزارة انت؟ عدم المؤاخذة، ما عرفتك بلا صغرى. الحقيقة انا سيارتي بالتصليح، بس وعدني الوزير بسيارة جديدة بهالكم يوم. يعني بقدر اقول انه من حسن حظي انه ركبت معي اليوم؟ والله الامر تابع لك. شو رأيك بقى؟ مرحبا. وين صاحب المحل؟ أنا صاحبة المحل. حضرتك صاحبة المحل؟ أمور أستاذ. يا أهلا وسهلا، الله يرضى عليكي. بدي شوكولا فاخرة لمناسبة عظيمة جدا. ممكن أعرف شو المناسبة؟ الحقيقة أنا صرت مستشار الوزير، وبتعرفي المحبين كتار ورح يجيني مباركين كتير على البيت وعلى المكتب. بقى الله يرضى عليكي، بدي منك تشكيلة شوكولا وسكاكر وملبس يبيضوا الوش. على عيني وراسي أستاذ، رح أعمل لك تشكيلة واسعة ومنوعة. يا محمد حط للأستاذ كيلو شوكولا سادة وكيليين ملوكي وكيلو ونص ملبس على لوز وكيليين ملبس على فستق، ولا تنسى المانجا بنت الملك وثلاثة كيلو راس العبد. على عيني. بكفوا أستاذ؟ ايه يسلموا ايديكي، بكفوا ماشي الحال. أستاذ ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. بس ما يكون فيها أحرج. لا لا ولا يهمك تفضلي. أستاذ بما أنك صرت مستشار الوزير معناها بتعرف وزراء كتير، مزبوط؟ ايه طبعا بعرفهم، بعرفهم عز المعرفة. يعني بتعرف وزير التموين؟ اكيد بعرفه. ولو معناها بدي منك خدمة صغيرة اذا ما فيها سئلة. شو هي؟ من 3 أيام كتبوني مخالفة تموينية. الله وكيلك يا استاذ، ظلم بظلم. قال شو؟ انا عم بيع شوكولا غير مطابقة للمواصفات. ايه وشو المطلوب؟ يعني استاذ اذا ما فيها سئلة تعملونا هيك شيء، كتاب توصية من ايدكم للوزير يعني مشان يلفلفوا الموضوع. هاي شغلة بسيطة ولا يهمك، أعطيني ورقة وقلم. مو على عيني أستاذ. سمكيات. سيادة وزير التموين الأكرم، تحية وبعد، نرجو النظر بعين الرعاية والاهتمام لحامل هذه الرسالة. بتريد الكتاب يكون باسمك؟ ايه باسمي استاذ مها الحموي. والسبعة نعم، مها الحموي. يا ابو عزيز. ابو عزيز. نعم استاذ. افتح لي الباب لو سمحت. معني افتح معك. انا راسي استاذ، تفضل. الله يرضى عليك يا ابو عزيز، بعت لي شي ولد من عندك حتى ياخذ اكياس السكاكين والشوكولا لفوق. تكرم عينك استاذ. يا نبيل. نعم طالع كاس سكاكر على شقة الأستاذ تيسير بسرعة. شو أستاذ تيسير، شو القصة؟ شايف مكتر سكاكر. ليش ما دريت يا أبو عزيز؟ بشو بدي أدراك؟ بالله ما دريت. لا والله. لك البلد كله دريت وأنت ما دريت أبو عزيز؟ لا والله يا أستاذ. خير شو في؟ غلت لي قلبي. أنا صرت مستشار بالوزارة، يعني مستشار الوزير الأول. هيك ها؟ هيك قول من الأول. إن شاء الله ألف 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 مبروك. يعني من زمان لازم يصير من عنا من الحارة واحد مسؤول. بركي بتتحسن الحالة. إيه رح تتحسن الحالة، أكيد رح تتحسن. لي 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 شو الله، ألف مبروك يا تيسير. الله يبارك فيك يا رب، ومنها للأحسن بإذنه تعالى. الله يخلي لي ياك يا حق. طيب ليش ما عطوك سيارة جديدة؟ وعدوني يخصصوا لي سيارة بهالكم يوم. ولا يهمك، وحياتك غير شبح ما رح ركبك. اتركي المسألة علي. طيب عفش البيت ما بدنا نغيره؟ طبعا طبعا بدنا نغيره. شوفوا على الحكي، بدنا نغيره لأنه من هلأ ورايح في ناس على مستوى بدهم يجوا يزورونا. إلك يا عيني. الله وكيلك، خبرت رفقاتي وحدة وحدة صاروا يغلوا من الغيرة والحسد، وخصوصي ابتسام، لأنه ابتسام من يوم ما صار جوزها سكرتير المدير العام ما عاد تتحكى إلا بكرت، ولا عاد تنزار إلا بموعد. بس أنا نفست لك ياها تنفيس وقلت لها جوزي صار مستشار الوزير يا مدام السكرتير.
يا ترى مين جاينا وقت الغداء؟ طبيعي حبيبتي طبيعي، يعني لازم تتوقعي من اليوم ورايح قدوم الزوار والمراجعين بكل وقت، لأنه بيتك صار بيت مسؤول، يعني رجل عام لكل الناس مو بس إلك سهير. إن شاء الله بتطلع على قبري يا رب. ليش إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا، تفضل. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا جار، والله إنك بتستاهل. شكراً، شكراً لك أم سمير، تفضلي. مين بشرك؟ جارنا أبو عزيز. يعني الخبر انطرش بالحارة؟ إيه أكيد انطرش أستاذ، هيك خبر حلو حرام يتخبى، بعدين لازم الكبير والصغير بالحارة يعرف إنه جارنا صار مستشار. شكراً يا أم سمير، وتحياتي لأبو سمير. والله يا أستاذ تيسير، أبو سمير ماسكينه ظلم وبهتان، بتهمة تهريب تلفزيونات. اتصور الزلمة جاي من لبنان وجايب معه 5 تلفزيونات هدايا لأخواته وخالته، قال شو؟ تهريب. يعني بجوز الواحد يكون مسافر ويجي وما يجيب معه هدايا؟ طيب والمطلوب؟ يعني حضرتك أكيد صرت بتعرف الوزراء كلهم، ما هيك؟ ايه طبعا طبعا بعرفهم. وبتعرف وزير الاقتصاد؟ ايه أنا اللي بعرفه. معناتها يخلي لي اياك ويطول لي عمرك، بدنا منك هيك شي كتاب توصية، بلكي بفكوا أسره وبيطالعوا. إيه على عيني أم سمير، تكرمي، هاتي لي ورق وقلم. على عيني. مرحبا. يا أهلين يا أهلين يا أهلين. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ تيسير، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا خالد، بس من وين دريت إنه أنا صرت مستشار بالوزارة؟ ولو الخبر الحلو ما بيتخبى حبيبي، فرحنا لك كتير من وسط قلبنا. أي والله شكرا يا حبيبي، شكرا. أكيد كان في منافسة ما هيك؟ إيه طبعا، كان في أكثر من 100 واحد تنافسوا على هالمنصب. معناتها عرفوا ينقوا. مساء الخير. مساء النور. ليه بتحبوا تشربوا؟ شو بدك تشربنا اليوم يا راشد؟ انتوا بالعاده بتشربوا قهوه عربي حق؟ لا 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 دخيلك، اليوم ما بدي اشرب قهوه لاني شربان اكثر من 20 فنجان قهوه اليوم. اف وليش كل هالشيء؟ بتعرف بعد ما استلمت المنصب الجديد ما عاد لحق مراجعين وزيارات مسؤولين، وطبعا بدك تسايرهم تشرب معهم قهوه وشاي واللذي منه. ليش شو استلمت استاذ تيسير؟ لا استاذ تيسير استلم مستشار بالوزاره. يا سلام، ان شاء الله الف مبروك الف مبروك. يعني هلا قهوتنا صار فيها مستشار؟ ايه في هيك شيء، بامكانك تبشر معلمك. يسلم لي الله معلمي. معلمي ايه شباب، استاذ تيسير صار مستشار بالوزاره. شو الحكي؟ الله وكيلك. ان شاء الله الف الف مبروك يا تيسير. الله يبارك فيك. لك يخلينا اياك يا رب. تسلم لي. لك كنت احكي من الاول، على القليل كنت فرشت لك القهوه ورد وياسمين. تسلم تسلم يا روحي. الاستاذ تيسير ما بيحب يحكي كثير عن حاله. واذا استلمت مستشار بالوزاره شو هالشغله المهمه يعني؟ لا 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 لا، هذا منصب كبير كثير وحساس. شو هالحكي؟ هو مزبوط الحق معك. بتتصور انه انا كل يوم بحكي مع الوزراء كلهم كل يوم؟ يعني بتحكي مع وزير السياحه؟ ايه طبعا، شي 2-3 بالنهار بحكي معه. حبيبي وزير السياحه. أصبح دخيلك إيدي بزنارك. خير شوفي، يعني بركي بتحكي لنا معه يرفع لنا تصنيف القهوة من 2 لـ3 نجوم. بزمتك ما مستاهل، يعني قهاوي 5 نجوم أحسن منها. يا ولا يهمك، شغلة بسيطة كتير، هات لي ورقة وقلم. على عيني. تفضل يا سيدي. شكرا. يسلم هديات. الله يسلمك. السيد وزير السياحة الأكرم، تحية طيبة وبعد. هيثم هيثم تعال تعال. أهلين أستاذ تيسير. أهلا وسهلا. أكيد كنتوا بالوزارة. ايه والله مالك شايفني جاي تعبان وهلكان. الله يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. الله بعرفك هون على ابو خالتي هيثم، كان مسؤول بالجمعيه الفلاحيه بناحيه وادي العفص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك استاذ. المهندس هيثم غراب رئيس الجمعيه الفلاحيه بوادي العفص،
سابقا. تشرفنا يا اهلا وسهلا ومرحبا. انا تيسير المزرباني، مستشار اول بالوزاره. استاذ تيسير، قلنا عندك شغله صغيره. خير، شو هي؟ ابن خالتي هيثم واقع بمشكله ومتمني تنحل على ايدكم. شو هي خير؟ يا سيدي، متهوم تهمه ظلما وعدوانا، اختلاس 30 مليون ورقه من البنك الزراعي والجمعيه الفلاحيه، وعندي محاكمه كمان. كله ظلم بظلم، الله وكيلك. ابن خالتي وانا بعرفه. اقسم بالله يا استاذ تيسير، اقسم بالله، انه من وقت ما صارت القصه حكى لي ابو عزيز انك صرت مستشار اول، هيك اطمن قلبي، فرحت مدري شو صار لي. المستشار يا هيثم بيحل وبيربط، مو رجل كرسي. طيب شو المطلوب مني هلا؟ يعني كم كتاب من ايديكم الكريمه لهالمسؤولين بمعيتها. على عيني وراسي، هاتوا لي ورقه وقلم. تفضلوا تفضلوا على المحل تيسير بيك بيكون احسن. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا اهلا وسهلا. رح اكتب اول كل شيء رساله لوزير العدل ووزير الزراعه ووزير الماليه. الله يديم عزك يا استاذ تيسير، الله يخلي لنا اياك يا رب. تشكر حبيبي. سياده وزير العدل الاكرم. شارت يصير مزرباني؟ ايه نعم انا. خير؟ ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. استاذ تيسير، بدي اياك سيادة الوزير بسرعة. ولك شرشحت الوزارة، الله يشرشحك. بهدلتني، الله يبهدلك. هزيت الكرسي من تحتي، ولك يخرب بيتك، ما صار لك جمعة بهذا المنصب، ورغم هالشي ما مخلي وزير ولا مسؤول بهالدولة ما اتصلت فيه. سيدي انا بدي يسر مصالح المواطنين. سكوت سكوت، يسرك وحدة تسهل أمرك. بتعرف هذا الغراب يلي حضرت جنابك مخاطب ثلاث وزارات من شانه شو مساوي؟ شو مساوي سيدي؟ ولك هذا ناصب على الجمعية الفلاحية وعلى الفلاحين وعلى البنك وعلى الأعلاف وعلى مؤسسة الدواجن وعلى المباقر وعلى معمل الألبان. ولك يخرب بيتك على العمل الغبية اللي عاملها. اسمع شو كاتب، اسمع حضرتك شو كاتب. ونحيطكم علما يا سيادة وزير المالية بأن السيد هيثم غراب بريء من كل التهم التي تنسب إليه، وهو مثال الأخلاق الحسنة والحميدة ومثال الأمانة. التوقيع المستشار تيسير المزرباني. ولك يخرب بيتك. أنا آسف معالي الوزير، آسف فعلا. ولك شو آسف؟ أنا آسف هاي؟ قدم استقالتك فورا فورا. يعني ما في حل تاني سيدي؟ لا ما في، فورا. أمرك سيدي أمرك، رح أقدم استقالتي على عيني وراسي. ممكن ورقة وقلم سيدنا؟ السبب يا زملاء، قرر مجلس الأبحاث التاريخية تكليفكم بإعادة كتابة تاريخ مختلف المناطق من جديد. طبعاً والكتاب صادر عن رئيس المجلس، وعم يطلب فيه الدقة والموضوعية بجمع المعلومات. بصراحة يا دكتور موفق،
أنا شايف هالجهد كله ما إله لزوم. ما إله لزوم؟ ما فهمت عليك. يعني ليش لحتى نعيد كتابة تاريخ مناطقنا؟ اسمح لي أقول لك إنه هالشي اسمه استخفاف واضح بجهود اللي سبقونا من الأساتذة والدكاترة والباحثين. لا لا تغلط يا دكتور رعد، نحن ما عم نستخف بجهود حدا أبدا. كل ما في الأمر إنه نحن هلأ عم نعبر القرن 21 بخطوات واسعة، ولازم يكون في إلنا رؤية جديدة للتاريخ واستقراءات ميدانية وعملية من شأنها تنوير دربنا باتجاه المستقبل المنشود. ولا تنسى إنه في متغيرات ومستجدات لازم نتقصاها. يا دكتور موفق، فهمني أرجوك، ما في داعي لتنميق الكلام. بالمختصر نحن عنا كتب تاريخية عظيمة وما حدا تجرأ يمسها أو ينتقدها من أكثر من 100 سنة. بقى ليش لحتى ننسف جهود الأساتذة المبذولة ونسخر من محاولاتهم الجادة والمخلصة؟ مثلا من شو بيشتكي كتاب زبدة الحقائق في تاريخ المناطق؟ يا دكتور رعد، مع احترامي لك، هالكتاب هذا بالذات فيه ثغرات وأخطاء كثيرة. أبدا مو صحيح، مو صحيح منوب. وبحب أقول لك إنه التاريخ مبجل ومقدس وما بيجوز لكائن من كان إنه يتطاول عليه ويتلاعب بحيثياته. يعني بفهم من كلامك إنك ما راح تساهم معنا. يا سيدي أنا ما بدي ساهم لا معكم ولا مع غيركم. أنا مستحيل ارتكب معكم هيك غلطة حمقاء. والله يا دكتور أنت حر، بس نحن بدنا نكمل. تصطفلوا، أنتوا أحرار، بس بكرة راح تندموا كتير. هزولات، قسما بالله هزولات. المهم يا اخوان، انا بدي من كل واحد فيكم يختار المنطقه يلي بده يعمل فيها ابحاثه وتحقيقاته ويعيد كتابه تاريخها على اسس علميه سليمه سداها الواقع ولحمتها الحقيقه. دكتور موفق، انا راح اكتب تاريخ المنطقه الجبليه المحاذاه للساحل. وليش اخترت هالمنطقه بالذات يا دكتور عبد الصمد؟ السبب اني عشت فيها فتره طويله اثناء تدريسي لماده التاريخ في ثانوياتها. عظيم. وأنت يا دكتور أحمد؟ والله أنا راح أتوجه لمنطقة تل الأسمار. تفضل بابا. يسلم وديات يا رب. ما قلت لي بابا إمتى بدك تسافر؟ مو مبين معي، بس على الأغلب ببحر الأسبوع القادم. بس أنا ما فهمت ليش أنت بالذات اخترت منطقة تل الأسمار. لأنه جدي أبو أبي صالح الفزعان الله يرحمه أصله من هنيك، وولاد عمي كلهم لحد هلأ ساكنين هنيك. عفوا بابا، انا ما بقصد شي بسؤالي، بس ضروري تذكر العالم انه اصلك من هنيك. ليش فيا يا هيام، من انكر اصله فلا اصل له، مزبوط ولا لا؟ مزبوط مزبوط. مرحبا يا صبية. أهلين. أنت من هون من الضيعة؟ إيه من هون أمور. تعرفي لي بيت المختار أبو جداع؟ إيه بعرفه، أول بيت على اليمين بعد المسرح. كتر خيرك، يعطيك العافية. الله يعافيك. يا مختار، يا مختار. يلا يلا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ما أعتقد حضرتك المختار أبو جداع الفزعان. نعم أنا المختار أبو جداع الفزعان. فضل فضل. وسبعة عام يا سيدي، أنا الدكتور أحمد الفزعان. يا أهلا يا أهلا بالدكتور أحمد، أهلا بابن العم. أهلا وسهلا. فضل فضل. الله يخليك. فضل يا أهلا وسهلا. يا سعفان تعصف السيارة، تعصف السيارة الدكتور أحمد. أمرك مختار. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
لون التلجات عندكم؟ خير الله يا دكتور. ايه والله. يا اهلين بالدكتور احمد. اهلا وسهلا مرحبا. تفضل للصدر. الله يخليك، كل محلاتكم خير وبركه منيح. لا والله ما بيصير، تفضل للصدر. تفضل دكتور، تفضل يا سعفان. صب القهوه للدكتور. هذا الدكتور احمد ابن عمنا وتاج راسنا. ايه والنعم والله. بس نعم. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا مرحبا. ايه والله العمر الطويل. الله يخليك. اكيد الدكتور احمد بده يستلم المستوصف بدل الدكتور علي، وهيك مختار؟ والله ما بعرف، لسه ما سالته. يا مختار، انا معي دكتوره بالابحاث التاريخيه والاجتماعيه من باريس. يعني الدكتور ما بيعرف بالمرض والدواء؟ لا ما بيعرف. الحقيقه يا جماعه، انا جاي على هالبلد حتى. لا يا ابن العم لا، شو نسيت عاداتنا واصولنا؟ نسيت لحنا ما بنسأل الضيف عن سبب زيارته إلا بعد 3 أيام. الله يعزك ويديمك يا مختار. شو 3 أيام؟ لا ما بيصير أبدا. من حسن حظك إنه زايرنا اليوم أبو شيبوب شاعر الربابة، كان عم يحكي حكي حلو عن عيلتنا، عيلة الفزعان. يا أبو شيبوب. نعم يا مختار. سمع الدكتور آخر قصيدة، القصيدة اللي كنت عم بتقولها قبل شوي. على عين وراسي يا مختار. عيلة الفزعان عيلة الكرم والمجاد، غطت بنورها السهل والجبل والواد. عيلة فزعان عيلة كرم ومجاد، غطت بنورها السهل والجبل والواد. أهل الشهامة وأهل البأس وجوار، وين اللي عاديكم يا بيت الفزعان؟ يهرب كملصوص أو الأرنب الجفلان يا أبوي. يا سلام عليك يا أبو شيبوب، الله يطيب الأنفاس. سمعان يا دكتور سمعان؟ أي نعم يا سيدي، سمعان سمعان. هذا أبو شيبوب ما بيحكي غير جواهر. إيه ما شاء الله. كان ودخلك هالشعر هذا مين مألفه؟ والله حافظه أيام جدة الله يرحمه. سمعان سمعان يا دكتور. حافظ القصيدة على أيام جده، بقى أشوف عيلتنا قديش أصيلة. ما شاء الله. وكان الله يعزكم. اختار اختار. إيه يلا يا جماعة، الغدا صار جاهز، تفضلوا على الغدا. تفضل تفضل. لا والله تفضل تفضل تفضل. تسلم لي شارك. تسلم لي شارك. تفضل دكتور. من هون من هون من هون. شارك. يا اهلين بالدكتور. يا اهلين. عود عود وتربع منيح. لا المشكلة انه ما بعرف اتربع. يا اخ سعفان. مور دكتور. لو سمحت جيب لي معلقة. لا لا يا دكتور، ليش المعلقة؟ كل بايديك اهنا لك. بجوز بس انا مالي متعود. يا حيف عليك يا دكتور، يبدو اوروبا وباريس نسوك عاداتنا الحلوة. نسوك احلى من الاكل بالايد. تفرج ها، بيقولوا الأكل بيقيس صح كتير. شو؟ بس رز عم تاكل؟ خود خود الراس السلف فيه خود. يلا. بيقولوا أطيب شي بالراس هو اللسان. انت السادة يا أبو دياب، أطيب شي بالراس هن العيون، ولا حد يناقشك بهالمسألة بنوبة. أنت السادة يا أبو نايف، أطيب شي بالرأس هو المخ، وإذا ما أكل المخ ما بيعرف شو طعم التمه. مختار مختار. إيه؟ مبايك عم يرن. حطها حطها على الني. ألو احكي. ألو ألو، أهلين حاج عبد الكريم. لا والله ما بقدر أجي على طول ابنك، اليوم عندي ضيف عزيز، الدكتور أحمد بن عمنا. لا والله. اتفضل لعنا على الغداء، عاملين منسف. اهلين وسهلين، الله معك، مع السلامة. لا تفكرنا متخلفين دكتور، كمان عنا في الضيعة صار 7 موبايلات. تفضلوا تفضلوا. بقدم لك ابو يوسف سمسمي. اهلا وسهلا مرحبا. اهلين دكتور. يا ميت مرحبا. ابو رجل يربوعي.
والسبعة عام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو إسماعيل شد الخيط. شرفنا. أهلا وسهلا. إيه؟ يا ميت مرحبا. أبو حسين الطشب. أنعم وأكرم. أهلا وسهلا. أنا مأهل دكتور. أهلا وسهلا مرحبا. أبو إبراهيم البخيل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وهدول كلهم أعضاء المخترة. والسبعة عام. أهلا وسهلا. الحقيقة يا جماعة، ابن عمي الدكتور أحمد مكلف من مجلس التاريخ، مجلس الأبحاث التاريخية. المهم الدكتور أحمد ابن عمي مكلف مثل ما قال إنه يحكي ويكتب عن تاريخ الضيعة من جديد، وبده مساعدتنا. تكرم عينك يا دكتور، وإن شاء الله ما بنقصر بالواجب. والله المهمة تقيلة كتير وبدها ناسها. ما تذكرونا من زمان، هلا شو ذكرهم فينا؟ لحظة يا جماعة لحظة، الدكتور هون جاي يكتب تاريخ المنطقة مو هيك؟ طبعا طبعا. إيش هو عم نغني بالطاحونة أبو إبراهيم؟ بس نحن عنا تاريخ والله كافينا. مزبوط الكلام اللي عم يحكيه أبو إبراهيم مزبوط، والشاعر أبو شيبوب من يوم يومه بيغني تاريخ المنطقة على الربابة، مو هيك عمي أبو جداد؟ مزبوط مزبوط. بس الدكتور هون حابب إنه يا جماعة يلي عم تقولوا ما هو مزبوط أبدا. شلون يعني ما له مزبوط؟ يعني المعلومات اللي بذاكرتكم عن ضيعتكم معلومات عاطفية غير دقيقة، عم يختلط فيها الواقع بالخيال والأسطورة بالحقيقة. يعني كذب. أنا ما قلت هيك يا أبو حسين، أنا عم أقول في خيال، في تكريس حماسي للأسطورة. يعني اللي كتب هالتاريخ بالغ فيه كتير لأسباب يمكن تكون. يعني باختصار شو المطلوب منا هلا دكتور؟ ها ها، هذا السؤال العملي يا سيدي. المطلوب من كل واحد بهالضيعة أو بهالمنطقة عنده وثيقة قديمة أو صورة أو كتاب أو أثر ما بيعطي فكرة صادقة ومعلومة حقيقية صحيحة عن تاريخ المنطقة أو البلد، المطلوب منه يجيب لي إياها حتى أطلع عليها وأدرسها منيح وأخذ يلي بيلزمني منها. والوثائق اللي رح نعطيك إياهم رح يضلوا عندك ولا ترجعون؟ طبعا رح أرجعون. سمعتوا شو طلب منكم الدكتور؟ يا سيدي سمعنا. أصبح تيسروا على شغلكم وباشروا عملكم. يلا يا الله. يا الله. أهلين سهلين. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. الله معكم. تفضل دكتور تفضل. يا سعفان هات القهوة. شريف دكتور شريف. يا الله. ايه ابن العم، الحكيم ما بيتوصى وأنا ما بدي وصيك، أنا بس بدي ألفت نظرك لتاريخ عيلة الفزعان، لأنه مثل ما بتعرف لحنا تاريخنا مشرف كتير، وسجننا ناصع مثل التلج وبياضه مثل الفل. بقى بترجاك تعتني لي بهالتاريخ المشرق. اطمن أبو جداع، بإذن الله رح كون موضوعي كتير. شو يعني موضوعي؟ يعني ما رح أحكي غير الحقيقة وغير يلي بينفع. حيا خير خير يا دكتور. لوين يا مهون؟ شوف يا مختار، انت استقبلتني ببيتك وسكنتني عندك وما قصرت، بس بصراحة ما بجوز ضل عندك ولا بشكل. اوف شو هالحكي؟ حدا زعجك لا سمح الله؟ لا لا ابدا، بالعكس يا مختار، بس انا لازم اكون حيادي، يعني ما بدي حدا من اهل البلد يقول انه سكنتي ببيت المختار اثرت علي وخلتني اكتب تاريخ البلد مثل ما بده المختار. ما اختلفنا، بس انا ابن عمك ولها السبب لازم انت. بصراحة ابن عم هذا العذر تبعك ما دخل مخي. طيب وين بدك تسكن؟ ما رح اسكن عند حدا، رح انصب خيمة بطرف الضيعة ويلي عنده وثيقة بجيبها لعندي. لا حول ولا قوة الا بالله. خيمة؟ هيك الاصول، لازم كون محايد. طيب انا رح اسمح لك تمشي بس بشرط. شو هو الشرط؟ الشرط هو انه ابعت سعفان معك يأمن لك اغراضك، مو معقول اتركك ببرية لحالك، مو اصول. بقى شو رأيك؟ طيب ما في مانع.
من العم. أهلين مختار، أهلين أبو جداع. يعني مالك حق تقعد هون ولك قرايب بالبلد له وزنه معروف ويعني خلص أبو جداع الله يخلي لي إياك، حسمنا المسألة وانتهينا. يا سيدي تصطفل أنت حر. تفضل سيدي، تفضل هالوثيقة. شو الوثيقة بقى؟ هاي الوثيقة عمرها أكثر من 1000 سنة، بتثبت إنه مختارية الضيعة كانت محصورة ببيت الفزعان من أول حجر تعمر بهالمنطقة، بقى شو رأيك؟ عظيم، عظيم كتير. عدم المؤاخذة، أنت لازم ترفع راسك فينا، وخصوصي إنه أنت من بيت الفزعان. شرف يا سيدي، شرف هاي الوثيقة. هاي جبتها من وزارة التربية والمعارف، بتثبت إنه أنا وأبي وجدي كنا نطلع الأوائل بصفوفنا. طلع طلع، وهي ختم الوزارة وتوقيع المدير المسؤول. وهي ديوان الشعر وقصائد المديح يلي نظموها الشعراء فينا وأشادوا بإنجازاتنا، بقى شو رأيك؟ حلو، حلو كتير. شو بتريد مني؟ شي تاني أنا جاهز، المهم تكون سيرة عيلتنا أخذ قسم كبير من الكتاب اللي عم تألفه. قول إن شاء الله. عندك غير هالوثائق؟ لا، ليش شو بهم؟ ما بهم شي. سعفان. مر مختار. مسيك. شو هاد؟ هذا موبايل بدك تخبرني عن كل شخص بيجي لعند الدكتور من الضيعة بيعطيه وثيقة، يعني خبرني أول بأول. تكرم مختار. يلا أنا راح روح. بدك شي ابن العم؟ سلامتك مختار. أمانة برقبتك ابن العم، إذا بدك شي لا تخجل، هاي سعفان عندك، اطلب منه حتى لبن العصفور بيأمن لك يا. يلا السلام عليكم. مرحبا دكتور. أهلين أبو يوسف، شو جايبنا معك يا ترى؟ أهلين عم أبو يوسف. يا أهلين. يسلموا. تشرب قهوة دكتور؟ لا لا شكرا ما بدي. صحة. يا سيدي جايب لك معي أهم وثيقة بالبلد، تفضل شوف. شو هي؟ هي بمثابة شهادة موثقة بتقول إنه جدي غزوان السمسمي الله يرحمه ويحسن إليه غلب بالمصارعة جد بيت اليربوعي وخلع له صابونة رجله واحتفظ فيها كتذكار، وهي الصابونة بعد. ليكون مالك مصدق أستاذ؟ لا ولو مصدق، كيف مالي مصدق؟ أصبح بدك تكتب لي هالشي بالصفحات الأولى بكتابك، وأنا رح أترك لك هالوثيقة الصابونة أمانة عندك. ولا يهمك، رح أرجع لك إياها بس خلصها من الكتابة. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. مع السلامة أبو سيف، الله يسلمك. ألو مختار؟ إيه يا سعفان. ألو. إيه سمعانك، قلي لشوف. علمي إجا أبو يوسف سمسمي وقال له الدكتور أنه جد بيت سمسمي غلب بالمصارعة جد بيت اليربوعي وخلع له صابون رجله، وعطل الدكتور الصابونة كوثيقة. ايه ما فشل هو وجده. على كل حال انا ما بيهمني شو عم بيصير ببيت سمسمي وبيت اليربوعي، خلي عيونك مفتحة 10/10 وادنيك كمان، فهمت شو عم بقولك؟ مع السلامة. بدك شي دكتور؟ ساوي لي كاسة شاي عمل معروف يا سعفان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أهلين أبو حسين. دكتور أنا جايب لك وثيقة رح تنبسط فيها كتير وأكيد رح تفيدك، تفضل. شو هي؟ هي الوثيقة بتثبت إنه جدي طاهر الطشط اشترك بغزوة تل العقرب وأسر 3 من بيت الفزعان وصاروا خدامين عنده. بقى بدي منك تحط لي هالخبر التاريخي بأول صفحات كتابك إذا ما بيصير سئلها. لا ولو، ما في سئلة منوب. بس الله يخليك يا دكتور، هالوثيقة غالية علي كتير وحاططها جوات 7 صناديق وما طالعتها غير لإلك، بقى دير بالك عليها لو سمحت. على عيني، تكرم عينك. شو صار بالشاي يا سعفان؟ جاهز دكتور، جاهز. تفضل. يلا بخاطرك عد شرب شاي. لا معلش مستعجل. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة يا أبو حسين.
مختار؟ شو في يا سعفان؟ شو الحكي؟ مثل ما عم بقول لك يا ابو جداع، الجد طاهر الطشت اسر ثلاثة من بيت الفزعان بغزوة العقرب. ايه ورصاص يخلع رقبته خلع، ايه جده كان شايفته مبيض لا راح ولا اجا، يخرب بيته شو كذاب. وقال كمان انه الثلاثة اللي اسرون صاروا خدامين عنده. هيك لكان، انا بورجيها الكلب بسيطة، مع السلامة. شو استاذ احمد؟ بس ما تكون خلصت الكتاب تبعك. لا اطمن ابو اسماعيل، لسه ما بلشت. كتير منيح. ها؟ معناتها تفضل. شو هي؟ هي الوثيقة بتثبت انه جدي ابو فاضل شد الخيط، هو اول من حفر بيار بهالديرة، وبتثبت كمان انه كل هالاراضي بالمنطقة الشمالية ملكنا نحن. بس التأميم والإصلاح الزراعي خربوا بيتنا وصفونا على الحديدة، الله وكيلك. وهي حجر من الجب اللي حفره جدي اللي قتلك عليه. تفضل شوف ما أحلى. ايه شوفي يا سعفان. يا مختار، اجا ابو اسماعيل شد الخيط وقالوا للدكتور انه جده ابو فاضل شد الخيط هو اول من حفر بير بالمنطقة، وفوق هيك قال له انه الاراضي الشماليه كلها الون. يخرب بيته ما اوقحوا ما اكذبوا، كان حرامي، كان يشتغل حفار ابور. شو جاب حفاره البيار على حفاره الابور؟ والله لا احرق الاخضر واليابس تحته. والله بقى ما بدي وصيك دكتور، الله يرضى عليك، اخبار عيلتنا بدها تكون اول اخبار بكتابك. ولا يهمك ان شاء الله. وهذا الحجر بده يكون أمانة عندك يا دكتور. اطمن اطمن، بالحفظ والصون. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. مرحبا سعفان. أهلين أهلين عم أبرجو. شو وينه الدكتور؟ بالخيمة جوا. حدا أجا قبلي؟ أجا معلمي أبو جداع وأبو يوسف سمسمي، وقال جده غلب جدك بالمصارعة وخلع له صابون رجله. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك. والله لا امصع له رقبته مصع. هلا بيت سمسمه بدهم يتطاولوا على بيت اليربوعي؟ العمى لك شو صاير بهالدنيا؟ فعلا ما عاد حدا سعها. على كل حال بسيطه بسيطه، انا بورجي له الواطي. خير، ليش راح ابو رجو؟ ما بعرف، يمكن نسي شي وثيقه. ابو حسين، لك يا ابو حسين. مين؟ طالع برا، طالع هلا. اهلين عمي ابو جداع. لا اهلين ولا سهلين. شو يا؟ قال جدك الطشت الكبير اسر ثلاثة من بيت الفزعان وشغلهم خدامين عنده. ايه مزبوط، هيك مكتوب بتاريخ عيلتنا. اطص بعيلتك وتاريخ عيلتك، كذاب وستين كذاب، انتو طول عمركم نور وغجر ورباط. هذب الفاظك يا مختار، ما بسمح لك تحكي مع الوالد بهالطريقة. ها له يا فصعون له، ومين انت لحتى تسمح لي وما تسمح لي؟ ولك حيوان ولا انا حيوان؟ انا حيوان ولك ولك ولك. جدي كان ابضاي ابضاي، اذا كمش رقبة بغل كان يخلع لي خلع. اي نعم. اهلي يا برجو. اهلي بالغالي. شو ابو يوسف؟ جدك غلب جدي بالمصارعة، طالع له صابونة رجله. ايه تفضل تفضل، اشرب متة. تفضل. بلا متة بلا فتة، امشي قدامي لعند الدكتور واسحب الكلام اللي قلته احسن لك. لا سيدي ما حذرت وما راح اسحبه، وجدي خلع صابونة جدك، ان قلت ايه وان قلت لا. انبسطت هلا؟ هيك عم تقول؟ اي والله لا، اسحب عيونك وصدرك ومحرارك وشواربك لهالدفن. والله حاضر حاضر مثل ما تقول سيدي. ما دول اشتركوا المعركة. انت من بيت مين ولا؟ انا من بيت الطشت سيدي. وانت؟ انا من بيت النونيه يا سيدي. لك طالما انت من بيت النونيه شو لك علاقه بخناقه ولا؟ يا سيدي بيت الطشت بكون اخوان لامي، وما بصير واقف على الحياه. ايوه قلت لي اخوانك لك. نزلوا لعند اخواله على الابو، نزلوا بسرعه. امرك سيدي. احترامي سيدي. خير سيدي، موقوفين بالنظاره نازلين بعضهم ضرب لحين بحوا بعضهم يا سيدي. ايه شو بدي ساوي؟ ما عندنا غير الغرفة. وينك وينك؟ نعم سيدي. اطفي عليهم الكهرباء حتى ما يشوفوا بعض بسرعة. احترامي سيدي. الو مين؟ مرحبا نظيف حازم،
أنا جلال الفزعان. أهلين سيدي. أهلين، احترامي. الله يرضى عليك، بطلع كل بيت فزعان فورا بما فيهم المختار ابن عمي أبو جداع. إيه؟ وبحب نبهك إنك أنت ارتكبت خطأ كبير لما حطيت بيت فزعان بالحبس. وبعدين من وين لوين هدول بيت الطشت بدهم يتطاولوا علينا؟ إيش هو نسيوا إنه نحن الواصلين وهن الشراشيح؟ فورا بتعاقبهم. سمعان؟ سمعان سيدي سمعان. أمرك أمرك. مع السلامة. ألو، مين معي؟ أنا أبو عبد الطشت. أكيد عرفتي ولا شلون؟ عظيم، كنت بتمنى أنه ما تكون أنت وجماعتك ماسكين حدا من بيت الطشت. يا سيد لا تفهمني أرجوك، هدول الجماعة اشتركوا بمشاجرة مع بيت الفزعان، وهي المشاجرة صار فيها تحطيم وتكسير وتشطيب وجروحة. هذا الكلام ما بينصرف معي، بتطالع فورا كل شيء من بيت الطشت وإلا بحملك المسؤولية كاملة، فهمت؟ بقى يكون بعلمك انه بيت الفزعان صحابين مشاكل واغتصبوا المختارية بالزور والبهتان، بقى بتطالع بيت الطشت فورا، فهمت؟ فهمت سيدي فهمت. مين هاد كمان؟ الو مين؟ انا ابو نضال سمسمي. عرفني؟ أكيد سمعان عني، مو هيك؟ إذا ما عرفتني اسمع، بتطالع كل شي من بيت سمسمي، فهمان؟ وبتقول لهدول بيت شد الخيط إنه نحنا ما منكذب، وإذا ما بيصدقوا أنا عندي وثائق كمان. بقى اسمعني منيح لقلك، وبمجرد ما سكر التليفون بتطالع كل شي من بيت سمسمي، فهمان؟ وعليت يا دكتور الضيعة مع بعض البعض، مين عم يضرب مين ما بتعرف، تقول في بيناتهم تارات مو هيك؟ معقول هالحكي؟ يا لطيف. ولولا ما اجت الشرطة كان صار الدم للركب. لعمة، إيه هذا لساتني ما كتبت حرف واحد وهيك صار. شو ناوي تساوي هلا دكتور؟ لك آخ آخ، لو كان الأمر راجع إلي كنت حرقت كل شي جابوا لي إياه، بس ما بدي ولعها أكثر ما هي والعة. صدقوني لو الأمر بيعود إلي مباشرة ما بطالع ولا واحد منكم، بس شو بدي ساوي؟ القصة أكبر مني، الأوامر إجت من فوق. لك يخرب عقولكم أكثر ما هي مخروبة، البلد عملتوها ساحة حرب وتقويتوا على بعض، ولما لمين هذا الموبايل اللي عم يرن؟ هذا إلي سيدي. ما شاء الله، وعندك موبايل كمان؟ تسمح لي رد سيدي؟ تفضل. هلو، ايه سعفان، شو الاخبار عندك؟ مختار، الحق يا مختار، الدكتور احمد بده يحرق كل شيء جبت له اياه. يا لطيف، شو هالحكي؟ معقول؟ خير. يا جماعه، الدكتور عم يحرق الوثائق التاريخيه اللي جبنا له اياها. يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الله اكبر. وين الوثائق اللي جبت لك اياها يا دكتور؟ وانا كمان عم بسالك وين الوثائق؟ ما بتعرف شو بيصير اذا راحت؟ ها؟ موجوده موجوده، لا تخافوا اطمنوا. يعني ما حرقتها؟ لا ما حرقتها. منيح هيك. اصبح بفهم من كلامك انه لساتك مصر على كتابه تاريخ المنطقه. طبعا، ليش لا؟ اصبح بتكتب مثل ما موجود بالوثائق اللي اعطتك اياها، وبتكب كل الورق الكذاب يلي اعطاك اياها ابو حسين الطشت بزباله. ما فشرت انت وكل عيلتك كذابين. ولك انت كذاب. العمى ضربكم، العمى ضربكم بس، شو صار لكم؟ ولك انتوا امتى بدكم تصيروا خلقوا عالم؟ معقول شوية وراء عتيقة وصفرة وجلود وعظام مهرية خلتكن تكرهوا بعضكن وتضربوا بعضكن وتتصرفوا مثل مجانين؟ ولك لأمتى رح يضل هالماضي الأسود يتحكم بحياتنا مثل سرطان؟ لك صدقوني يلي بيتمسك بهيك ماضي متخلف رح يهرب منه الحاضر والمستقبل. لك أنا يا أخوان
ما بدي منكم غير انه تطلعوا حواليكم وتشوفوا الامم يلي سبقتنا، ولك كان بيناتهم حروب طاحنة ومشاكل عالمية وضحايا، بس حطوا كل شيء ورا ظهرهم ونسيوا كل شيء مشان المستقبل. المستقبل هو اللي بدهم يعيشوا فيه هنن واولادهم واحفادهم. ولك يا جماعة، يا جماعة، الماضي راح راح، خلاص ما عاد يرجع. الماضي البشع مات، اندثر، ونحن ما بنقدر نسبح عكس التيار، ومية النهر ما بترجع لورا، والريح عمرها ما ارتدت ورجعت لما هبة. ويلي بفوتوا قطار المستقبل لا يفكر ابدا انه في قطار تاني جاي الا قطار الموت. ونحن اذا بدنا نختار شيء من الماضي فلازم نختار الحلو المشرق المشرف، لازم نختار الناصع الجميل الاخلاقي المثالي، لازم نختار يلي بيوحد يلي بيجمع، ونترك يلي بيسمم حياتنا وبيفرعنا. اسمعوني منيح يا اهل الضيعه، وافتحوا ادنيكم وعقولكم. يلي ما له مستقبل ما له وجود، ما له هويه، ما له قيمه. على كل حال، انا ما حرقت يلي جبتوه، ما حرقته، مع اني كنت بتمنى احرقه قبل ما يحرقنا. اتفضلوا، هاي التحف العظيمه تبعكم يلي جبتوها، تفضلوا، هاي المستحاثات، تفضلوا خدوها. ما تاخدوها، يا سعفان